شو بدك نعمل؟ رز بحليب؟ يلا خليني احضر لكم الرز بحليب على طريقتي، واذا جربتوها مره رح تنبسطوا عليها وتعملوها على طول. غسلنا رز حبة قصيرة، حطهم بالطنجرة بغمرهم بالماء. لكل كباية رز بدنا كبايتين مي. بعد ربع ساعة بتنشف الماء منضيف عليهم الحليب. لكل كباية رز كمان بحط كبايتين حليب سائل، وبحط السكر على حسب الرغبة. وهلأ السر بالرز بحليب تبعنا انه منحط له ورق العطرة، هيدي نبتة فيكن تستعملوها بالزهورات. والمسكة اكيد منطحنها كم حبة مسكة او مستيكا اذا بدكن عشان اختلاف اللهجات. منضيف المستيكا المطحونة مع ماء الزهر وماء الورد. بعد ما نكون ضفنا الحليب وورق العطرة بخمسة دقايق، يعني بيغلوا سوا خمسة دقايق، منضيف اخر ثلاث مكونات، منخليهم يغلوا دقيقتين تما تروح طعمتهم ومنسكبهم. وانا بحب الرز بحليب ساخن، فزينتهم ببرز جوز الهند، وفيكن تحطوا ورد، فيكن تحطوا فستق مثل ما انتو بتحبوا. شلت باقي الكمية على البراد بعد ما بردت، وطبعا انا وميلا اكلنا الصحن الساخن وكنا منطربين نوعا ما انا وميلا. هيك بتحضروا اطيب رز بحليب بطريقة كتير سهلة، مانا معقدة، جربوها وصدقوني رح تدمنوها.